مرحبا جميعا، معكم خالد من قناة الإنجليزية مع خالد، واليوم جايكم بنصيحة كتير مهمة لتعلم اللغة الإنجليزية أو حتى لتعلم أي لغة ثانية لحتى تقدروا تحفظوا الكلمات بشكل كتير سريع. بتمنى أنكم تطبقوا هذا الشيء كل يوم. هذا النظام اللي هو هلأ موجود وراي اسمه Lettner System، وأنا رح أعطيكم الجزء المبسط تبعه، أنتم فيكم تعقدوه قد ما بدكم. هذا النظام كل اللي بتحتاجوا أنتم شغلتين، أول شغلة بتحتاجوا بساقات ورقية مثل هاي أو أي ورق أنتم فيكم تكتبوا عليه، وتاني شيء بتحتاجوه هو مجموعة كلمات. ولهذا الشيء أنا اليوم حابب أعطيكم من عندي 1000 كلمة إنجليزية موجودين بقلب رابط أسفل هذا الفيديو، فاضغطوا على هذاك الرابط رح تروحوا وتشوفوا 1000 كلمة باللغة الإنجليزية. فبعد ما تحصلوا على هدول الشغلتين وجهزتوا الورق والقلم تبعكم، حان وقت انه هلا اورجيكم كيف هذا النظام بيشتغل. لا تنسوا تطبقوه يوميا. اوكي، خلينا نتعرف كيف نظام اللتنر بيشتغل. اول شيء حنجيب 3 لصاقات بهي الحاله ونكتب على اللصاقه الاولى اليوم الاول، اللصاقه الثانيه اليوم الثاني، اللصاقه الثالثه يوم الثالث والى اخره. انا هذا اللي قلت لكم اياه، انه احنا فينا نعقد هذا النظام قد ما بدنا، فينا نعمله مثلا بس 3 ايام، او فينا اذا بدكم نعمله 5 ايام، او فينا نعمله 7 ايام. بهي الحاله انا عملته 3 ايام. ثاني شيء حنعمله انه احنا حنجيب مجموعة لصاقات نكتب عليها الكلمات اللي احنا بدنا نحفظها. بهي الحالة مثلا انا جبت topic بتعني موضوع، فانا حقلب الورقة وحكتب على الطرف الثاني كلمة موضوع. حجيب مثلا كلمة ثانية serious، على الجانب الثاني كتبت الترجمة باللغة العربية جد. كل اللي حعمله انا حتى بلش احفظ هاي الكلمات اني حطها ضمن مجموعة اليوم الاول. لو نفترض اني انا هلا بدي احفظ 3 كلمات اليوم، فكل اللي حعمله اني هلا انا رح اترك هدول الكلمات هون وحاول اني احفظهم. هلا صار مثلا اليوم الثاني، بيجي انا ثاني يوم وبحاول اني احمل الكلمه. اذا انا قدرت اتعرف على معنى الكلمه دون ما اقلب الورقه وشوف الترجمه، يعني قدرت احذر الترجمه، فوقتها انا رح انقلها للمجموعه الثانيه. لنفترض اني انا حملت الورقه ونسيت الترجمه، اضطريت اني انا اقلب لحتى اشوف المعنى، فوقتها انا رح اخليها ضمن المجموعه تبعها، ما رح اغير من محلها. هلا مثلا لنفترض صار اليوم الثالث، وهلا انا بس مثلا بجي للمجموعه اليوم الثاني وبحمل الورقه اللي موجوده هون، حملت هلا ريممبر، وانا تذكرت انه ريممبر بتعني يتذكر، فهذا الشيء يعني اني انا تذكرت معنى هي الكلمه، فوقتها لحطها بالمجموعه الثالثه. نفس الشيء مثلا السيريوس تعني جد، انا هلا حذرت شيء معناته حطيته باليوم الثاني. هلا مثلا جينا لليوم الرابع، إذا هلا حذرت أنا بهذا اليوم الرابع شيء يعني كلمة remember، فيعني إنه أنا حفظت هاي الكلمة وقتها حطلعها من برات المجموعات لأني أنا تذكرت هاي الكلمة. بس إذا أنا ما حذرت شيء يعني remember وقلبت الورقة، فوقتها أنا رح رجعها للمجموعة الأولى. هذا الشيء يعني إني أنا فشلت بحفظ هاي الكلمة، هي لازم ترجع للمجموعة الأولى. هذا الشيء كتير مهم إنه أنتوا ترجعوا الكلمة اللي ما بتحفظوها للمجموعة الأولى وما ترجعوها للمجموعة اللي قبلها. وهذا هو كان نظام اللتنر بشكل كتير سريع لكل كلمة انتو بتعملوها طبعا اللصاقة تبعها، وفيكم تعملوه 3 ايام او 5 ايام او 7 ايام، الشي بيعتمد عليكم. بتمنى ان نصيحة اليوم تكون عجبتكم. كان معكم خالد من قناة الانجليزية مع خالد.